عسلام عسلامة. لباس؟ لباس الحمد لله. قدم لنا روحك وعلي لي صوتك شوية. باهي. اسمي مولاي. شنو اسمك؟ مولاي. 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 اي مولاي. من موريتانيا و... ونقرأ في تونس. مرحبا مرحبا. نحب نحكي لكم شوي على تونس. احكي لنا الساعة وقت جيت لتونس، قديش عندك في تونس؟ صار لي في تونس شي 3 أشهر 4 هكا. أول مرة تجي؟ أي أول مرة نجي لتونس. أي و شوية هكا قبل. شنو تحب تحكي لنا على تونس؟ وصف لنا ساعة تونس في كلمة. نحب نوصف لكم تونس بالمختصر. لقيت شعب راقي وشعب باهي على الأخر ومثقف. اي ونحب نشكر الحومه اللي نسكن فيها ابن خلدون، ناس باهين وناس ما لقيت منهم غير الخير. دي حاجه باهيه، فرحوا بيك في تونس يعني. فرحوا بي على الاخر في تونس وحبوني على الاخر و... اي ما لقيت روحي في بلادي هكاك. وين تقرا؟ نقرا في ليبسيت، نعمل فرانس كونتابيليتي. و عندك أصدقاء توانسة ميلاتاو؟ اي عندي برشا أصدقاء توانسة، عندي اي عندي برشا، ونقدم لهم تحية منها. اي تحية لأصدقائك التونسيين. تحية لأصدقائي في تونس الكل. علاش نبدأ من الأول ساعة، علاش اخترت تجي لتونس تقرا؟ اي على خاطر تونس قراية فيها باهية على الأخر. اي وحبيت نجي نكمل قرايتي في تونس. وحدك هوني؟ اي معايا أختي، نسكن انا واختي بس، نحن الزوز. القرار نتاع انك تجي تقرا في تونس كيفاش جاي؟ فكره شكون؟ اي فكره اختي هكاك، هي حبت تقرا في تونس و لازمتني اني نمشي معاها تهزني معاها لتونس هكاك. هي جات تقرا قبل من بعديك حبت تهز خوها معاها هكاك. اي و... دونك القرايه باهيه في تونس. أي. العباد باهين. باهين ما لقينا منهم غير الخير، والناس الكل باهين في تونس. اي ما شنو اكثر حاجه حبيتها في تونس؟ من قد شو الاكل اكثر حاجه عجبتك؟ اي ما كل شيء في تونس باهي، ما لقيت العباد باهين و وبالقرايه حبيت القرايه في تونس. اي باهيه على الاخر. مستقبلك في تونس ولا في موريتانيا؟ لا مستقبلي في موريتانيا هكي. معناها جوست تقرا هوني من بعديك ترجع في تونس ونلوج لي على شي خدمه في موريتانيا هكيك. ما نجمش تستقر في تونس وتعيش فيها؟ لا على خاطر نحب بلادي. تحب تكون بين اهلك؟ اي نحب نكون بين اهلي. اي اي ونحب نحكي لك على موضوع هكيك لقيته في مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع واحد موريتاني يحكي على المرأة الموريتانية هكيك. شنو حكي على المرأة الموريتانية؟ اي حكى برشا حاجات خايبين على الاخر. حكى المرأة الموريتانية ما ينجمش يعرس بيها وما يحبش يعرس بالمرأة الموريتانية علاش ما حليها المرأة الموريتانية؟ اي ما نحب نوجه له تحية، ما هو عنده وجهة نظر. قل لي الساعة هو شنو قال بالضبط وانت شنو باش تجاوب؟ خاطر احنا ما تفرجناش وممكن المواطنين ما شافوش. اي باهي حكى برشا حاجات على المرأة الموريتانية، انه ما يحبش يعرس بمرأة موريتانية وما ينجمش يعرس بمرأة موريتانية على خاطر يقول هو ثقيلة على القلب، ما هيش باهية وخايبة وبرشا حاجات يحكي على امه واخته، يحكي على برشا، يحكي على عالم يحكي. اي ما نحبش، ما هو عنده وجهة نظر وعندنا احترام الرأي، عندنا احترام الرأي ويحب، عندنا احترام الرأي ومحترم رأيه. اي من حقك باش تبدي رأيك؟ من حقي باش نبدي رأيي. نحب نحكي له على حاجة، ما أنا شاب كيفه نفس الشيء، صار لي تو حتى تو 4 أيمان مرتبط بطفلة موريتانية ونحبها على الأخر ومتهني معاها على الأخر يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، ونحب نقدم لها تحية ونحبها على الأخر. قديش عندك من اللي خطبتها؟ صار لي شي 2 عامين حقيقة. اي قديش عمرك؟ 22 22 عام. اي ونحب نقدم له هكا هو
احكي لي احكي لي على الطفله اللي تحبها انت توا حليت باب كبير. اي ما صار لي 4 ايمان نحبها ومتهنين على الاخر ومرتبط بيها ونحب نعرس بيها. اي بيب شيش تلعب عينيك في تونس؟ لا والله لا انا نحبها ومحترم العلاقه اللي بيننا هكاك نحكي. ما تقلقتش هكا كي جيت تقرا هوني؟ اي تقلقت على الاخر وتحب نرجع لموريتانيا. لا لكن على خاطر لازمني نقرا ولازمني نضمن مستقبلك وقرايتك. لازمني نضمن مستقبلي باش نضمن لها مستقبلها هي حتى هي لازمني. اي ما هكاك نحكي لها. اي كيفاش 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 قنعتها باش تجي لتونس؟ اي ما حكيتها بالتليفون قلت لها لازمني نروح على تونس باش نقرا. حكيت لي هكيك تتفدلك عليا. قلت لها لا والله بالحق نحكي لك بالحق. اي قلت لها نحكي لك بالحق لازمني نمشي لتونس باش نكمل قرايتي. انت صدمتها بالموضوع؟ صدمتها بالموضوع هكيك. قالت لي شبيك وليش ما تكمل قرايتك في موريتانيا وشبيك يا صاحبي وشبيك ما حبش تكمل قرايتك هنا. اي هكاك انصدمت من الاول وبعدين تقبلت الموضوع. اي وقتاش تمشي هكا تعمل زياره لموريتانيا؟ فكر روحي نخلص قرايه هون في الاوت في 8 في شهر 8. شنو باش تحكي لهم على تونس؟ نحب نوجه تحية لتونس الكل ونحب نوجه تحية خاصة على الحومة اللي نسكن فيها بالأخص حومة ابن خلدون. أي ونحب نقدم تحية للناس اللي نسكن عندها اللي نسكن فوقها ناس باهين على الأخر ومحترمين وكيك لقيت معاهم الراحة ويحبونا برشا. أي مرحبين بنا على الأخر يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة هكيك نقولوا. احكي لنا شويه على البلايص اللي زرتهم في تونس وعلى الماكله الشعبيه اللي كليتها في تونس. ما زرت برشا بلايص في تونس كيما سيدي بوسعيد كيما سوسه كيما برشا. شكون هزك؟ اي هزيت روحي مع صاحب اصدقائك. ما عندي برشا اصدقاء اي ما هزون سوسه سيدي بوسعيد. وين مشيت؟ وين اخر مشيت بلاصه اخرى؟ لا هكا هو سوسة سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد اي شارع تونس العاصمة. تونس العاصمة اي بس قدامك الوقت تدور تونس كاملة. باش ندور تونس كاملة تونس على الاخر باهية ونحب نزور. شنو البلاصة اللي سمعت بها وتحب تمشي تشوفها؟ اي حمامات. اي الحمامات اي وجربة وجزيرة ايوه نحب نهز روحي على بلاصه اسمها جندوبه هكا. جندوبه اي ما ديما نتفرج في التلفزيون على وحده صحفيه تونسيه اي ما تحكي برشا حاجات على جندوبه. اي دونك من خلالها تحب تمشي تزور جندوبه؟ نحب نمشي على جندوبه ونحب نزور جندوبه. اي هكا هو. والماكله؟ لا احكي شنو اكليت في تونس. ما مختلفه شويه الماكله في تونس على ماكله موريتانيا. ما الكل في تونس يحب هريسه. انت ما تاكلش هريسه؟ لا. الجمله علاش؟ البلابل من غير هريسه. البلابي من غير هريسه يولي ما عادش اسمه البلابي عاد. اي ما نجمش ناكل ما نجمش ناكل. ما عندكمش هريسه في موريتانيا؟ اي ما فما برشا عباد ياكلوا الهريسه هكاك. انت من النوع اللي ما تاكلش؟ ما ناكلش الحار الكل. الحار الكل لا. اي الحار الكل لا. هما هكا الموريتانيين ولا انت كهاو هكا؟ اي برشا موريتانيين ما يحبوش الحار. اي ما مختلفه شويه. شنو الماكله اللي كليتها عنا احنا انتم ما عندكمش منها؟ اي عندكم الكسكس التونسي بنين ولا؟ اي بنين على الاخر. عندكم البلابل. اي ما عندناش من البلابل. البلابل هكاك. البلابي. اي البلابي. لبلابي. اي عندكم برشا حاجات مختلفين شويه. اي
ما عندنا احنا برشا، عندنا احنا برشا برشا. ماكلتكم الشعبيه شنو؟ عندنا مار الحوت. مار الحوت رز مع الحوت. اي عندنا الكسكس، لكن مختلف شوي الكسكس الموريتاني على الكسكس التونسي. ابهى الكسكس التونسي على الحق، احكي لك على الحق. ايوه عندنا برشا. حسي لو مرحبا بك في تونس. نخلي لك كلمة الختام. مرحبا بك. نحب نشكر تونس الكل، ونحبكم برشا الكل، ونحب نقدم تحية لخويا اللي حكى على المرأة الموريتانية، وربي يهديك. هكا هو. تحية للمرأة الموريتانية. اي هكا هو. عايشك.